عائلة حلوة، كلنا متماسكين، إيش حلونا غير يعني رمضان غير الحين، أول وايد حلو. الأم كانت مسكينة من الصبح تروح السوق تمشي تجيب الأشي، مسكينة طازجة ما تحب، ما عندنا تحب في ثلاجة بس ما تحب أي شيء في ثلاجة، هذا اللي يعني تشوفين تأثر الواحد الحين، تمشي من محرك فريج من هندي للسوق داخل، على راسها مسكينة تجيب خضرات تجيب اللحام تجيب كل شيء، وتجي سيد مسكينة تعجن الخبز رقاق وتطبخ الصالونة وتطبخ الهريس وتطبخ العيش، وإحنا وياها نساعدها عيش بسيطة صغار، إحنا لأن لا ما ترضى مسكينة، وإحنا ناقل نساعدها في غسل المواعين في غسل الشاي، كنا إحنا نأثر علينا إحنا وايد، إحنا نشوف الأشي كل شيء مريح وإحنا نقول تعبانين. لأن نحس الحين في أمنا اللي أول كانت مسكينة تمشي وتروح وتطبخ وترد تسوي لنا السحور وتوقظنا، عشان وايد وايد يحز علينا في نفسنا الحين شلون كانت التعب اللي تحس فيه. الحين الحين كل شيء الحمد لله مريح، كل شيء موجود، تجيب الحاب متغسله تطحنه تخبز تعجن كل شيء، الحين كل شيء بس الحين بس ادفع وخف الحين الحمد لله. إيه والله يعني وايد وايد مأثر علينا وايد، إحنا نتأذى الجامعة جماعة، وهي الوحيدة مسكينة اللي جامعة تحرق روحها عشان إحنا نستأنس ونرتاح، الحمد لله الله يغفر لهم ويرحمهم بركة ما ننساهم ولا يوم، أهم شي الدعاء لهم الحمد لله كل يوم وكل ساعة وكل لحظة الحمد لله، الله يحفظهم ويحفظهم إن شاء الله في الجنة يا رب.